وزي ما احنا متعودين ودايما عندنا في اول يعني فقراتنا تحديدا بيكون جزء خاص للاخبار. دلوقتي يا جوانا نتابع اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده بمشيئه المولى عز وجل باذن الله. طبعا المنتخب الاولمبي هيدخل معسكر مغلق لمده او يعني لمواجهه الجابون عفوا في مباراه وديه يوم الجمعه اللي جايه. وفي اخبار ثانيه واحداث خلينا نتعرف عليها دلوقتي حالا. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فهيئة الرقابة الإدارية هتستعرض الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من خلال ندوة جماهيرية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب تحت شعار شارك حاور تفاعل. النهاردة هتقيم وزارة الأوقاف أمسية ابتهالية كبرى لكبار المبتهلين بمسجد السيدة نفيسة عقب صلاة العشاء، وده في إطار عمارة بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى ونشر سماحة الإسلام وإحياء دولة الابتهال الديني. النهارده عودة العرض المسرحي الكرامازوف إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية للعرض من جديد بالقاهرة على خشبة مسرح الهناجر بدار الأوبرا. وشاركت مسرحية الكرامازوف مؤخراً في عدة مهرجانات مسرحية، منها المهرجان العالمي بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وفازت بالنصيب الأكبر من جوائز المهرجان. كمان شاركت مؤخراً في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي وحصلت على عدة جوائز. النهارده هيدخل المنتخب الاولمبي لكره القدم معسكر مغلق استعدادا لمواجهه الجابون وديا الجمعه المقبل، في اطار استعدادات المنتخب للقاء زامبيا ذهابا وعوده في الجوله الثالثه المؤهله لكاس الامم الافريقيه، وهي البطوله المؤهله لاولمبياد باريس 2024.